وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أستاذ ناجي أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ويعني نتحدث إليك في هذا العرس الانتخابي واليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعة للعملية الانتخابية، ونجد مشاركة فعالة من الشعب المصري. تفضل يا أستاذ ناجي. أولا أهلا بيك وأهلا بكل السادة مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. يعني زي ما أنت حضرتك ما قلت، هو عرس ديمقراطي. نعم. لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع حدوثه بهذه الروعة. عرس بدأ في اليوم الأول بيوم الأسرة المصرية، ما كانت أول ملاحظة لي في مروري على اللجان وحتى أنا بدي بصوتي هو أن الأسرة المصرية تصاحب أفرادها لكي يصوتوا في هذه الانتخابات، وهي ظاهرة لم تحدث في مصر منذ أكثر من قرنين من عقدين من الزمان، أن الأب والأم والأبناء حتى الأولاد الكسر الذين ليس لهم أصوات انتخابية لاحظت أنهم متواجدين مع والدهم أو والدتهم. نعم. ده مؤشر معناه أن المجتمع المصري بيتعافى، وأن الأسرة لعنوات المجتمع بتنهض بدورها في حماية هذا المجتمع وحماية مكتسباته. ثانيا، من وظائف هذا العرس الديمقراطي اللي بدأ أمس واستمر اليوم هو أن الأسرة المصرية بكل فئات العمرية، يعني الشباب والبنات والسيدات والأب والأم وكلهم في هذه الانتخابات. طوابير الشباب، كان الشباب غالب على الصفوف المتوسطة، وكانت البنات أيضا وليست السيدات، البنات اللي هي يعني ما زلنا في عمر الشباب ولما تزوجنا بعد كان أيضا ملاحظ أنهن في مصطفين في طوابير في أمام اللجان الانتخابية بالأمس واليوم. هذا معناه أن ما تم يعني القيام به في العقد الأخير من الزمان من الاهتمام بالشباب وبالمرأة وخاصة الفتيات منهن كان له تأثير كبير. الحقيقة احنا كمان لمسنا مدى التيسيرات المقدمة من قبل أجهزة الدولة جميعا متضافرة لتسهيل العملية الانتخابية. أنا بشكر حضرتك الشكر الجزيل الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.